جمهور النادي الاهلي في كل مكان متواجدين في استاد برج العرب مؤجله من الاسبوع ال15 سموحه والنادي الاهلي في تمام الساعه الخامسه. سريعا يا كابتن اسلام تشكيل الفريقين، هبدا معاك بالفريق للنادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، سليف كولوبالي، ايمن اشرف، علي معلول في المنتصف، هشام محمد وعمرو السليه على الاطراف، رمضان صبحي وجيرالدو، وفي الهجوم محمد محمود ووليد سليمان. احتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي شريف اكرامي، محمود وحيد، اسلام محارب، احمد حمودي، محمد شريف، ناصر ماهر، وكريم ندفد. تشكيل ايضا الخاص بفريق نادي سموحه بعد طبعا وصول الفريقين كالعاده قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. نادي سموحه طبعا في حراسه المرمى ابو جبل، خط الظهر من اليمين للشمال احمد صبحي، السيد فريد، محمود عزت، محمد منصور، في المنتصف اسلام صالح، اريك امومو، محمود السيد، وفي الهجوم محمد حمدي واوميد اوكري وحسام حسن. ايضا دكه البدلاء الخاصه بفريق نادي سموحه محمد فتحي، احمد العش، احمد حمص، شيخ مبامبا، ومحمود معاز، اريك تسمبامبي، وعمر بركات. كالعاده طبعا كانت استعدادات خاصه لفريق النادي الاهلي. انهى مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي محاضره فنيه اخيره قبل التوجه الى استاد برج العرب. زي ما انت طبعا تابعنا لتشكيله والنادي دلوقتي يا كابتن اسلام، وجود جيرالدو احد الصفقات الرائعه والمميزه واللي اكدنا طبعا على ظهوره بشكل رائع ومتميز خلال التدريبات، وايضا بالتحديد خلال مباراه شبين الاخيره اللي كانت مباراه وديه ظهر فيها بشكل مميز، اكيد لفت الانظار بشكل كبير. النهارده بنامل ان شاء الله يكون موفق، احد الصفقات المميزه جدا. ايضا كمان هيشارك النهارده في المباراه بشكل اساسي، يمكن زي ما شفنا طبعا محمد محمود اللي ايضا كمان بنتمنى له كل التوفيق. صفقات مميزه، صفقات ان شاء الله تفيد النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. جمهور النادي الاهلي ايضا كمان بنتمنى يكون متواجد بشكل مكثف خلال الايام القادمه والمباريات القادمه. النهارده طبعا طرف هذه المباراه هو نادي سموحه وصاحب الارض النادي الاهلي كالعاده يكون متواجد 500 مشجع، لكن حتى هذه اللحظه يمكن عدد قليل جدا في المدرجات. الفتره اللي جايه لابد من المسانده كابتن اسلام بشكل كبير جدا من جمهور النادي الاهلي. الدعم والمسانده كاتب هو ان شاء الله لا يخلي الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي يخرجوا من هذه الكبوه، وان شاء الله النادي الاهلي يستعيد سلسله الانتصارات. النهارده مباراه غايه في الاهميه زي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام، الغيابات الكثيره والاصابات وعوده بعض اللاعبين ان شاء الله من التاهيل، كل اللعيبه دي باذن الله يكتمل قوام النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدخل كل مباراه بدون اكتمال القوام الاساسي، ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا للتاهيل ان شاء الله. كل اللعيبه اللي جاهز باذن الله يكون متواجد في القائمه، وباذن الله النهارده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه، باذن الله النادي الاهلي يحصد الثلاث نقاط. مستمرين معاك يا كابتن اسلام اكيد كالعاده، ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي سموحه والنادي الاهلي على استاد برج العرب. باذن الله هذه المباراه ونقاط هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي.